نفس الشيء الكومبوننت موجوده هون. عندي الكومبوننت الاول الريزرفوار، الكومبوننت الثاني اللي هو البامب. هاي هون الموتور هو هيدروليك موتور، مش الكتريكال موتور، هيدروليك موتور. فالبامب هلا بالحاله العاديه اذا 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 الفالف وجهت البريشر اللي جاي من البامب من هون راح يرجع هذا على الريزرفوار. لما بدي اشغل الهيدروليك بامب، الهيدروليك موتور اللي موجود هون، لان هذا مش السلندر، هذا روتري، بحول الفلو بدل ما يجي من هون بيجي الفلو من هون، فبيشتغل هذا المحرك. عندي الكومبوننتس السته ببساطه هم هي واحد اللي هو الريزرفوار، شو كان الثاني؟ البامب. الثالث الموتر هون مش مبين مش مرسوم، اوكي؟ في هون الكتريكال موتور. ثلاثة أربعة ايش كان؟ فالف، صحيح في فالف واضح. خمسة اكشويتر، هيو هذا اكشويتر، هذا هيدروليك اكشويتر. وستة اللي هم بايبس اللي بوصلوا.